وصلنا لفقرتنا الأخيرة وراح نروح فيها إلى عالم التجميل ولكن من نوع مختلف وكيفية الاهتمام بالشعر بالمواد الطبيعية. راح نحكي أكثر مع الأخصائي رافع سومر، رافع أخصائي في تركيب مواد لعلاج الشعر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية يمكن أي صبية بيجي على بالها هيدا السؤال وبتسأل حالها بشكل دائم، ايمت فيني أنا أقول عن هيدا الشعر متعب بحاجة لعلاج؟ يعني شو الدلائل لحتى أنا فيني أعرف إنه شعري تعبان ولا لا؟ دائما نحن بعد الحمام بنشوف في نفشة بالشعر، في تقصف براس الشعر من تحت بالأسفل لون أبيض. دائما هذا لما بيبدأ التقصف بيبدأ من تحت، بصير في عنا نفشة وشعر راس الشعر لونه أبيض. هون ببلش لازم الشعر يتعالج يعني بشكل طبيعي إجباري يعني. نعم، علاجات كثيرة ممكن تلجأ لها الصبية، ولكن أكيد في كثير من العلامات التجارية هي فقط يمكن للتسويق بعيدا عن أي فائدة. خلينا نحكي كيف فينا نحن نقي شيء بيقدر يعملنا إعادة حيوية لشعرنا، يغلف لنا الشعرة بشكل منيح، وخاصة الشعر اللي عنده كتير صبغة، اللي عنده كتير خصل وسحب لون. هلأ نحن دائما نستخدم نحن عناية بالشعر علب الكريم الموجودة بالسوق يعني طبيعية. هي الكريمات الموجودة يعني هي عناية بالشعر فقط، ولكن نحن هلأ نحن عم نستخدم مادة جديدة هي معالج البروتين. هو بشكل طبيعي يعني خالي من الفورمالين وخالي من اي مواد كيماويه، يعني هو بغلف الشعره بيعطيها لمعان 100%. شو بيتضمن يعني؟ شو لما نقول يعني في علاج نوعا ما خالي من المواد الكيماويه؟ هلا عم نتوجه بشكل كثير كبير يمكن للكريمات الطبيعيه، شو يمكن اهم الخصائص اللي فيه يعني، او المواد اللي فيني انا استخدمها للشعر وبنفس الوقت ما تاثر سلبيا؟ لانه دائما بتشوف دعايات ومنتجات تجاريه ونوعا ما بتلاقي النتيجه الاساسيه او المطلوبه، ونوعا ما فينا نقول يمكن معالجه الشعر بدها طولة بال، يعني ما فينا من اول كريم او اول زيت تلاقي نتيجه. هلا دائما احنا لما نستخدم ماده البروتين يعني اي ماده فيها مواد كيماويه يعني راح يكون فيها ريحه الفورمالين. يعني اي ماده معالجه فيها ريحه الفورمالين هي ماده يعني ابدا يعني راح تضر الشعر اكثر ما هو راح يستفيد. يعني هي ماده البروتين خاليه من الفورمالين وطريقه استخدامها كثير سهل. يعني طبعا لازم يكون في موجود يعني اخصائي كوافير يعني لحتى يعطيها نتيجه ممتازه يعني. نعم، خلينا نحكي سومر عن يمكن الطريق الصحيح او لوين تتجه الصبيه لحتى تهتم بشعرها. اوكي بدها اخصائي، ولكن في كثير خيارات موجوده بالمطبخ، بالبزوريه، خلطات، زيوت فيها تفيد الشعر ولكن ما بدنا اياها تضره، مثل شو خلينا نحكي؟ يعني هلا نحن فينا نلجا للمواد يعني الطبيعيه اللي هي الاعشاب والى اخره والزيوت. بس طبعا يعني رح تكون لما بدها تروح الصبيه لعند اي كوافير يعني رح تعرف وين رايحه هي بالضبط، يعني لحتى يستخدم لها ماده ممتازه لشعرها. طبعا لانه اي كوافير يعني في بيستخدم مواد كثير وفي مواد فورمالين وخلط وهالامور هي رح تضر الشعر. يعني طبعا طيب لكل الصبايا اللي عم يتابعونا خلينا نعطيهم بعض النصائح والخطوات لكيفيه حمايه الشعر وعلاجه، ويختلف الشعر الطبيعي عن الشعر المصبوغ اللي هو متعرض لصبغه. هلا اي صبيه انا بنصحها يعني اي حدا بيطلع من الحمام بعد الحمام الشعر يعني ينشف شعره ضروري يعني بعد الحمام، اما نخلي الشعر بدون ينشف لوحده على الهواء او على اشعه الشمس يعني هذا شيء مضر للشعر. وكثر الصبغات وكثر البودره وهالامور هي يعني بصير في بدها استخدامات ثانيه للعنايه بالشعر. نعم مثل البروتين يعني. نعم، يعني نحن كمان بدنا ننبه الصبايا من الاستخدام الخاطئ والتقليد الخاطئ. يمكن صح. كل حدا له نوع شعر محدد، الصبغة له دور، الشعر الطبيعي له دور أيضا. أهم شيء يمكن دائما نستشير حدا بيفهم بأي اختصاص كان. بدنا نحن نتشكرك، شكرا كثير لك. شكرا. هلا نحن بالصالون بصالون يزن رافع نستخدم هي مادة البروتين. يعني في انواع من الشعر ما فينا نستخدمها، يعني اذا كان الشعر كثير عم بمط او محروق ما فينا نستخدمها هي ماده البروتين، لانه بصير بدها مرحله قبل استخدام البروتين بدها علاج. نعم. الكريمات الطبيعيه. نعم،
شكرا كثير لك. شكرا لك. بنشكرك اكيد على وجودك معنا. ويمكن كثير من الصبايا والسيدات اليوم تتساءل كيف هي تعتني بشعرها، يمكن بعض الخطوات البسيطة هي بتساعد بشكل كثير كبير لحماية الشعر. شكرا كثير لك. شكرا.